في هذه الدنيا حتى يستديم الحياة. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان أمور أو عرف الإنسان على أمور تعرف بالغرائز، يعني إذا ما كانت لنمح الإنسان، لنمح الإنسان. شوفوا غريزة حب الجنس، الرجل يحب مرأة، المرأة تحب رجل، إذا هاي الغريزة ما كانت ما كان يستديم الحياة، ما كان أطفال، ما كان الدنيا، الناس كانت تنتهي. غريزة حب الطعام، إذا ما كان الناس يجوعون إيش كان يصير؟ نقول الحاجة أم الاختراع. إذا ما كان جوع كان يموت الإنسان، ما يقدر يعيش. إذا ما كان غريزة الميل إلى السوائل كان يموت الإنسان، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى زود الإنسان بأمور تعرف بالغرائز. هذا أنا مو مورد بحثي الكلام هنا. الغرائز كما يقول الفلاسفة من القديم طبعا، الغرائز لها ثلاث مراحل وواضحة. المرحلة الأولى مرحلة الإدراك، المرحلة الثانية مرحلة الانفعال، المرحلة الثالثة مرحلة الانطلاق. يعني شنو؟ يعني نمثل جنابك تصوم إن شاء الله، الله يوفقكم جميعا ويوفق المؤمنين والمؤمنات للصوم، وإذا هم واحد معذور الله إن شاء الله يشفي كل مريض. وقت المغرب يعني وقت ما حل الوقت الشرعي، أنت عندك غريزة اسمها غريزة الجوع، تشتاق للطعام. وهذا كلام الإمام الكاظم سلام الله عليه صحيح، للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار. ليش يفرح عند الإفطار؟ لأنه راح يحصل طعام كان ممنوع، ممنوع من الطعام، ممنوع من الشراب، الآن راح يحصل. زين، هاي الغريزة الأولى إدراك، يعني أنا أدرك بأني جوعان، هاي واحد. الغريزة الثانية، المرحلة الثانية في الغريزة يقولون مرحلة الانفعال. المرحلة الانفعالية شنو؟ يعني أنا لمن أذن بعد ما لي خلق أسوي لي شغل ثاني، وإن كان مستحب الإنسان أول يصلي بعدين يفطر، بعض الناس ما لي خلق حتى يصلي يروح يأكل على الطعام. منفعل يعني عند أول يدرك، ثانيا مرحلة الانفعال. المرحلة الثالثة مرحلة الانطلاق، مرحلة الانطلاق يعني يروح يدور على طعام. نفرض بيتهم إذا ماكو يروح للمطعم، إذا فلوسه ما عنده ولا بيحصل له قطعة خبز. ليش؟ لأن ينطلق طالع هذا من قضية مرحلة الإدراك والانفعال والحاجة إلى الطعام. واضح. أيضا يمثلون الغضب من الأمور الغريزية في الإنسان مع الولادة. إيش وقت الإنسان يغضب؟ يغضب الإنسان لما يشوف ليست الأجواء تتأقلم معه، يغضب. يعني واحد حر شديد، الجو مأذي، أفرض كهرباء ماكو، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يمن على أهل العراق إن شاء الله بالكهرباء إلى أبد الأبد، والله يلعن الذي دي يعرقل هاي مشكلة الكهرباء. الآن قريب 20 سنة العراقيين مبتلين حقيقة ببلاء مضحك. أنا رايح إلى آخر بلاد أفريقيا كهرباهم ما ينقطع يا عمي، مين مو قصدي أهين أفريقيا، ولكن أريد أقول بلاد فقيرة كهرباهم ما ينقطع. ليش كهربانا ينقطع؟ ألف لعنة على أمه وأبوه الذي دي يقطع الكهرباء. يأذون الناس، يأذون الناس. هسه أمريكا السبب، إسرائيل السبب، شعبنا السبب، حزب سبب، ما أدري. المهم، فالإنسان لما يروح الكهرباء جو حار جهنم، بعض الأوقات يوصل إلى 50 درجة، يغضب. ليش يغضب؟ لأن الأجواء ما تنفعل وياه، على خلاف مرامه يغضب. وهاي القضية موجودة أيضا، الآن نريد نبدأ كقضية نفسية أيضا مع الطفل. شوفوا الطفل ليش يغضب ويبكي؟ لأن الوضع الذي دا يعيشه هو حسب المفاهيم اللي عنده ما تتأقلم وياه. الطفل حارت له يغضب، باردت له يغضب. إذا أجلكم الله مندي عرفت الآن ملابس الذي لابسها بها ندى من البول وأمثال ذلك تحرق جلد يغضب، يجوع يغضب، يعطش يغضب، زين يصرخ يبكي. إن العلماء وأخص الشباب الذي إن شاء الله الله يحفظهم واللي ما عنده ولد الله يطي ولد،
هنا لازم الوالدان الأب والأم يتحملون هذا الطفل، من طرف يتحملون بكاء الطفل. عندنا بالروايات أيضا متى عليهم السلام يقولون هذا الطفل لما يبكي مفيد إلى البكاء، لا تسكتوا سريع، خليه يبكي شوية زين إلى. من طرف الوالدان يحاولون أن يرضون الطفل حتى يتأقلم مع أوضاعهم، هو شوية يسكت لما ينطوه ما يريد، بشرط أن لا تعامل أنت الأب وأنت الأم الطفل معاملة يورث الغضب بي. يعني لازم يكون معاملتكم وياه بالعطف باللين بعد الخشونة على الأطفال. وهاي قضية اللين مع الأطفال، أنا عندي 10 محاضرات حوله بس الآن شارع عندي فقط اللين مع الأطفال. إخواني عندنا روايتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى رسول الله يقول عندك بنية قبلها امسح على رأسها خليها بحضنك، بنية صغيرة قصدي، من قبل ابنته، رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبل ابنته كتب الله له 600 حسنة بكل قبلة. ليش؟ حتى هاي البنية تحس عندها بابا، تحس عندها من يحبها مو تضربها، إذا حاميها حراميها، إذا أبوها يضربها وأمها تضربها، هاي ما تحس عندها أحد، فهاي تنمو معقدة. رواية ثانية قال رسول الله من إذا عندك ولد من قبل ولده كتب الله له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل. إيش قد ثواب عظيم. هنا حاول أن شوية تكظم غيظك. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الغضب نار. الإنسان لما يصير غضبان، العراقيين عندهم عبارة حلوة يقول يصير حمقي، حمقي يعني يصير أحمق، يعني بعد ما يحس غضبان. الغضب نار فمن كظمها. الإنسان الذي يكظم غيظه سلم، ومن لم يكظمها كان أول محترق به. الإنسان الغضبان لما يسوي له فشه هو يحترق قبل غيره، لأن يسوي له جريمة شايفينها، ما تسامعين دائما متجه إلى الأخبار لأجل أشياء تافهة، يطلع المسدس يقتل الإنسان لأجل أشياء تافهة حقيقة. ومقام الإنسان أعلى وأعلى وأعلى، من أريد واحد نعوذ بالله يعتدي عليه فكيف إذا يقتل يسفك دم يتم أطفال يرم النساء. هذا العمل من قتل نفسا بغير نفس الله يقول أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. هذا القاتل يوم القيامة يجيبوه. الآن أكثر من 4-7 مليار إنسان يمشون على الأرض، إنسان قتل إنسان بريء، يوم القيامة يجيبون القاتل كاتبين في رقبته قتل 7 مليار إنسان، نص القرآن مو كلامي. فكأنما قتل الناس جميعا. ديروا بالكم زين. إذن الغضب نار، الغضب غريزة ولكن تحتاج إلى تبريد، تحتاج إلى أن واحد يهيئ الطرف أن تكون الغضب المقدس زين. الإمام الحسين عليه السلام غضب على أعداء الله، أبو الفضل العباس عليه السلام غضب على أعداء الله، هذا غضب مقدس. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام غضب على أعداء الله، ولكن لا يكون الغضب لأجل أي أمر تافه. أيضا هذا يحتاج إلى بحث مفصل كمقدمة للحديث. الآن نجي إلى أصل الآية المباركة، هاي الآيات التي أقرأها من سورة النور آية 21 وليغات البارحة بالليل قرينا نص الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، تحدثنا حول هاي الآية، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. بعدين باقي الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إخواني من الآيات العجيبة في القرآن هاي الآية. أي إنسان أخذ من رسول الله سيد الأولين والآخرين إلى آخر إنسان، شنو عنده من فضائل؟ كل من رحمة الله. وهو رسول الله يدعو هذا الدعاء احفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجود في مفاتيح الجنان، تعقيبات صلاة العصر،
اللهم حافظيها، اللهم ما بنا من نعمة فمنك. احنا شنو عندنا من الله؟ رسول الله يقول مؤمن، اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، بعدين أستغفرك وأتوب إليك. حافظيها بعد. إذن النعم الإلهية أكبر نعمة من الله الرحمة. زين، نجي إلى هاي مسألة الرحمة. دققوا الآية المباركة، ولولا فضل الله عليكم يا بني آدم ورحمة الله عليكم، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته رحمة كتب على نفسه الرحمة، يعني طبيعة الله أنه رحيم، كتب على نفسه الرحمة. وقرأت في أدعية شهر رجب، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. الله يرحم حتى الكافر، حتى الذي يقول الله ماكو الله يرحمه، حتى اللي يحارب الله فرعون الله يرحمه، ينطيل أكسجين، يطيل خبز، يطيل حياة في هذه الدنيا أيام. إذن الرحمة الإلهية ما تنقطع. ليش ما تنقطع؟ الله ما يقطع، مو ما يقطع رحمته، الله سبحانه وتعالى طبيعته الرحمة، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. طبيعة الله سبحانه وتعالى، طبيعة، خلي أجيب مثال مادي، طبيعة المطر أنه ينزل على بيت الكافر على بيت المؤمن. هالليلة إذا صار مطر، اللهم ارزقنا أمطار مفيدة، هاي الأمطار المفيدة لما تنزل، تنزل على بيتك أنت اللي تصلي، وتنزل على بيت اللي ما يصلي، تنزل على بيت البعثي، تنزل على بيت الكافر، تنزل على بيت الشيطاني، على بيت الكل. المطر ينزل، هاي الرحمة تنزل. إهنان إذا الناس نفرض عندهم أواني للمطر، واحد طاسة صغيرة يخليها تحت السماء تنترس، واحد يجيب له طشط، واحد يجيب له قدر، واحد يخلي نهر الحسينية النهر هم أيضا هاي الأواني. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أن هذه القلوب أوعية. يا عمي قلوبكم يا ناس أواني أوعية، فخيرها أوعاها. الأمطار تنزل، أكو واحد طاسة صغيرة، أكو واحد طاسة أكبر وأكبر وأكبر، واحد طاسة يوصل، إناء يوصل إلى سيد الأولين والآخرين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هاي رحمة شاملة عامة. وأنت كلكم سامعين من الصغر، من يوم اللي فتحت عينك بمجالس الحسين، تحضر أي مجلس الخطيب شي يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة. الحسين رحمة الله الواسعة، واحد طاسته، طاسة غلط أقول، محيط هو البحر. احفظوها يا أهل كربلاء، يا من تسمعون صوتي، هو البحر. أنا أتحدى واحد يجيب لي بيت حول سخاء وكرم الإمام الحسين عليه السلام أقوى من هذا البيت، أعطي جائزة. الآن أحفظها، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف موج، والجود ساحله. هذا البيت أقوى بيت قيل في اللغة العربية بالأدب وبالسخاء. دقق البيت الثاني، الآن أقرأ لك إياه. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف، تعود بسط الكف. مو نقول لأن الله عادتك الإحسان إلى المسيئين، صفات الله عند الحسين. تعود بسط الكف حتى لو، بالأدب العربي يقول لو، القضية لوية يعني ما يصير، ولكن فرضا بالفرض المحال، تعود بسط الكف حتى لو أنه، حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. الله أكبر، الله أكبر. الإمام الحسين طبع طيب، طبع شريف. إذا لو نفرض إجا واحد دق باب الإمام يريد يقول لا ما أنطيك، لسانه ما يسمع،
ايده ما تنسد، حتى لو انه اراد انقباضا لم تطعه انامله. هو البحر من اي النواحي اتيته فلجته المعروف والجود ساحله. بعدين يقول ولو لم يكن، هاي الكلمه انا ما اريد اقرا قرايه ومصيبه، ولكن فكروا بها شويه قويه. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها. مو تروح تقول له سيدي أبا عبد الله أريد بيت، أريد دنيا، أريد عندي قرض، أريد زوجة، لا لا لا. لو تقول له أريد روحك، أريد روحك يا أبا عبد الله، تسمعني لو لا؟ ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها. فليتق الله سائله. ليكون واحد يقول أبا عبد الله انطيني روحك، ترى يعطيك روحه، يحب أصدقائه، يحب أحبابه. هذا الحسين، هاي الرحمة الواسعة. وهنا أنا كلام كثير. بالمناسبة أذكر قضية، أكو كتاب اسمه ربيع الأبرار. ربيع الأبرار المؤلف ماله اسمه أحمد ابن عمر أو محمود ابن عمر المعروف بجار الله الزمخشري. هذا الرجل متوفي سنة 538 للهجرة، يعني قريب 900 سنة قبل تقريبا. جار الله الزمخشري عنده 5 مجلدات كتاب اسمه ربيع الأبرار. هذا الكتاب سنة 1973 ميلادية أيام أحمد حسن البكر، يعني أيام البعثيين، طبع هذا الكتاب، واللي طبع وزارة المعارف العراقية ببغداد، وزارة الثقافة، مو الحوزة العلمية بالنجف. يعني لا نتهم بأن مواضيعه احنا جايبين، لا، هو من كبار علماء السنة، كتابهم معروف، 5 مجلدات ثخان، موجود بالمكتبة، مكتبة الإمام الحسين عليه السلام، ممكن بالمكتباتهم إذا واحد يريد يشتريه موجود. هذا الكتاب أنا قرأته من الجلد إلى الجلد إخواني، جدا مفيد. أوصي الشباب اقروا هذا الكتاب، كتاب ضخم. جار الله الزمخشري في هذا الكتاب يذكر قضايا عجيبة، وأنا أتعجب شلون البعثيين طبعه، هو هذا من العجائب. يعني في كتاب جار الله الزمخشري يقول معاوية يوم ولادته عنده 5 آباء. زين، الحر تكفيه الإشارة، شنو أريد أقول لكم؟ وهذا معاوية شريف لو أمه شريفة، ها؟ هذا اليوم ولادته 5 آباء رسميين عنده، هذا غير الرسميين العلنيين. فجار الله الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار الجزء الأول، أنا عندي الكتاب موجود مطبوع هنا ببغداد، يذكر قضية عجيبة غريبة. سنة محرم 61، يعني أول سنة 61، استشهد إمامنا الحسين سلام الله عليه في كربلاء على يد يزيد بن معاوية عليه اللعنة وسوء العذاب إلى يوم القيامة، اللهم لعن يزيد بن معاوية. فالحسين عليه السلام صار شهيد سنة 61. دققوا شنو أقول. يزيد حكم 3 سنوات، السنة الأولى قتل الحسين، السنة الثانية أباح المدينة المنورة، أباح إباحة، يعني أدخل جيش مثل الجيش هذا نسيب صدام اللي يجوا بكربلاء، شفتوا ايش سووا أكثر. قائد الجيش كان رجل اسمه مسلم ابن عقبة، من كثر ما السفك من الدماء خلوا اسمه مسرف ابن عقبة، هو مسلم اسمه، سوى مسرف. هذا كان رجل قلب صخر عنده، ما عنده أبدا كل، يعني انتوا شايفين، انتوا شفتوا، يعني هذا علي حسن المجيد عليه لعائن الله، هذا الملعون، هذا قتل بشر، ماكو رحمة بقلبه، ماكو رحمة بقلبه. بعض الناس ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، الله يقول. مسرف ابن عقبة يزيد بن معاوية جند لجيش قوام 10,000 مسلح، وحوش أجداد داعش. قال لهم تدخلون مدينة رسول الله، هاي سنة 62 للهجرة، يعني سنة 61 صارت مجزرة كربلاء.
سنة 62 جند جيش قال تدخلون المدينة تقتلون الرجال ولكم الإباحية الكاملة، يعني أنتم أحرار تدخلون أي بيت تعتدون على النساء على الأطفال، احرقوا بوكوا اللي تريد تسوي سووا أحرارك. واحد من علماء المدينة المنورة سني السمهودي عنده كتاب، أنا هذا الكتاب اشتريته من المدينة، هم مو اشتريته من النجف، ديروا بالكم كتبهم اسمه وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى، موجود بالمكتبة موجود هناك السمهودي، يقول جيش مسرف ابن عقبة كاتب في كتابه سني لما دخلوا المدينة قتلوا الرجال في مسجد رسول الله حتى تموج الدم. شوفوا إخواني الدم، شايفين تذبح لك دجاجة الدم رأسا يتجلط، هذا شقد سفك اللي الدماء صعدت، شقد صار ارتفاع الدم، حوض من الدم في مسجد رسول الله وصل إلى ركبة الفرس، يعني قريب 80 سنتيمتر دم، حوض من الدم من كثر ما قتلوا من أصحاب رسول. وين هم اللي يدون يسب الصحابة؟ عمال يسب الصحابة وين؟ واللي يقتل الصحابة وين؟ زين قتل من أصحاب رسول الله بس من الصحابة قريب 2000 إنسان، هتكوا أعراض الناس. سنة وراء الموضوع أكثر من 2000 ابن زنا ولدوا. أنا بس إشارات أعطيكم، راجعوا كتاب السمهودي راجعوا كتبهم. يقول الكلاب كانت تأتي، ذول من دفن هم ذول المقتولين، الكلاب أكلت لحومهم، وكانت الكلاب بالنص يقول وكانت الكلاب تتغذى على سوارى المسجد. يدخلون هالشكل إباحية 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 عجيبة. والعجيب والغريب أنه ناس إلى الآن يقولون يزيد رض الله ضلوعه ولعنة أمه وأبوه ابن الحرام، هذا ابن الحرام، ابن الحلال ما يسوي هاي الأعمال. ذبحوا قتلوا نهبوا. لما راد يدخل مسرف ابن عقبة إلى المدينة المنورة ويا جيش جرار، يزيد بن معاوية قال له مسرف مسلم ذاك الإناني تدخل المدينة بيتين ما عندك شغل وياهم، واحد بيت عبد الله ابن عمر بن الخطاب احتراما لأبيه، لأن إذا عمر ما كان أنا ما كنت أصل للحكم، فهذاك اللي مهد لي ذاك اللي ونسي ذاك اللي وصلني، خلي القضية احتراما لعمر ابن عبد الله ابن عمر بيته يكون أمان. الثاني علي بن الحسين زين العابدين، ليش؟ لأن احنا السنة الماضية ذبحنا جميع رجال بني هاشم قتلناهم، وتو زين العابدين طلع من الشام رجع إلى المدينة وأسرناهم، وبقى هاي البلاوي اللي صارت بعد بكربلاء لا يومك يومك يا أبا عبد الله. قال إذن ما عليك بزين العابدين، زين العابدين خط أحمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب خط أحمر، باقي الناس احنا بالعراق نقول عامي شامي، كائنا من كان أي إنسان تذبحوه رجال، مرة لكم الحرية الكاملة، الأثاث البيوت بوقوا اسرقوا كل شيء إباحية كاملة. زين الخبر انتشر بالمدينة، منو كان عايش بالمدينة؟ مروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم هذا تاريخ مع الأسف أسود أسود، واحد من المستهزئين برسول الله مروان وأبوه كانوا الحكم، اللي الله بالقرآن يقول إنا كفيناك المستهزئين. منو كانوا المستهزئين؟ إذولا كانوا خمسة، واحد منهم أبو مروان. مروان بإجماع المؤرخين من الفريقين رسول الله أهدر دمه، يعني قال إن شاف المروان اللي يشوفه أينما كان اذبحوا مروان قتلوه، هو انفر شرد راح هرب. هذا الملعون هذا تاريخ الأسود، مروان من الذين آذوا رسول الله،
مروان من الذين شاركوا في قتل علي بن أبي طالب عليه السلام، المؤامرة اللي صارت، واحد منهم مروان كان من أصحاب المؤامرة، صحيح الذي نفذ من والجم، ولكن أصحاب المؤامرة واحد منهم مروان كان. مروان ضرب فاطمة الزهراء علناً بالشارع، هاي ثلاث. مروان أول من رمى بالسهم على نعش الإمام الحسن المجتبى، مروان كان أول، هو ضرب بعدين بنو أمية ضربوا سهام، وقصة مروان أهان برأس الحسين عليه السلام. يعني أنت أخذ الخمسة الطيبة كلهم شايفين بلاوي من مروان، لما وصل رأس، نعوذ بالله سعيد ثقيل علي أقول، أخذ رأس الحسين بين يديه وأخذ يتغزل ويشمت، قال يا حبذا بردك باليدين وخدك الأحمر في وجهك الأحمر في الخدين، إلى أن آخر بيت يقول شفيت قلبي بدم الحسين. هذا مروان، هذا خلدون، يعني رجل في أسفل السافلين. مروان مرت بنت عثمان بن عفان، هو أموي، مرت أموية، بنات أمويات، سمع أن يزيد أعطى الإباحية لجيش مسرف تسيجون كل شيء، بعد مروان ما يعرفون، شاف نفسه في خطر، قال إيه بسيطة، وين الأمان؟ قال له أكو أمانية، بيت عبد الله بن عمر وبيت علي بن الحسين زين العابدين. قال هاي بسيطة، صديقنا عبد الله بن عمر. فجاء وطرق الباب، طلع لعبد الله بن عمر قال تفضل أمر خدمة. قال عبد الله تدري سامع الخبر؟ قال إيه. قال يزيد جاعل بيتك أمان، جئتك مستجيرا، احنا بالعراق نقول دخيل، دخيلك خليني أدخل. قال آسف ما أقدر، ما أقدر أستقبلك، أني يلا أقدر أحفظ أهلي زوجتي وأطفالي، ولكن أجي أستقبلك؟ قالك لا بابا، احنا أصدقاء، احنا إلنا سوابق، صاحب صديق ما عندي. روح. وين يروح؟ أقول باب ثاني. الله الله، جاء وطرق باب بيت زين العابدين، هذا الباب المبتلى به الناس، هذا اللي الإمام الهادي يقول من أتاكم نجا، والله حتى إذا مروان يدق بابهم ما يردوا، هو البحر. هسه عرفت شنو بدي أقول لك؟ تعود بسط الكف، طرق الباب، الإمام زين العابدين عليه السلام اجي فتح الباب، من الطارق؟ ومنزل راسه، سيدي مروان. مروان قال كلمة الإمام الحسين عليه السلام، أخذ من ثوبه ضربه على الحائط، قال لي يا ابن آكلة القمل، يعني هذول على أرض الواقع، لأن كان مروان ابن حرام، أم بنت حرام، أبو ابن حرام، بابا عائلة الحرام. مروان الذي وقف بوجه الحسين عليه السلام بالمدينة قبل ما الإمام عليه السلام يطلع إلى كربلاء، قال يا حسين أريد أنصحك، روحي لك الفداء يا ابن رسول الله يا مولاي. الإمام قال أقول، قال يا حسين إذا أردت خير الدنيا فبايع يزيد، وإذا أردت خير الآخرة فبايع يزيد، وإذا أردت خير الدنيا والآخرة فبايع يزيد. الإمام أخذ من ثوبه بعد ما أتحمل ضرب على الحائط، قال لي يا ابن آكلة القمل، إنا أهل بيت نبوة وموضع الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحترم، ومثلي لا يبايع مثله. هذا مروان هسه جاي باب بيت الإمام زين العابدين، ونزل راسه منكس فاسه، يا ابن رسول الله سمعت خبر مسرف جاي يجي بعد باكر يوصل عقبه يوصل. ايه يا ابن رسول الله جئتك مستجيرا،
جئتك مستجيرا، أنتم الصراط الأعظم والسبيل الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس. من أتاكم نجا ومن لم يأتكم خلنك. الإمام زين العابدين نكس برأسه قليلا، كأن الإمام انت شايف واحد مجرم يجي يمك يريد يعتذر، شوية تنزل راسك تذكر تتذكر هذا الشوى، هذا الشوى مع جدي رسول الله، ماذا صنع مع أمير المؤمنين، ماذا صنع مع أم الزهراء، ماذا صنع مع الحسن، ماذا صنع مع الحسين. الإمام عليه السلام نزل رأسه ثم رفع رأسه قال أفعل. روح روح جيب أهلك جيب نسوانك تعالوا عندي. هذا اللي الإمام زين العابدين من مفاخرة في مجلس يزيد، كلكم حافظين هاي الكلمات، يقول أنا ابن أنا 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 ابن المحامي عن حرم المسلمين، أعراض الناس حتى لو عرض مروان أنا أحامي عنه. مروان راح يجيب أهله، الإمام عليه السلام رجع للبيت قال بنات رسول الله أخواتي عماتي تعالوا عندي شغلة وياكم، راح يجون نساء بني أمية، ليكون واحدة من عندكم تطعن بيهم، ليكون واحدة من عندهم تقول كلمة نابية تآذيهم، وإن كان رجالهم قتلوا أبي الحسين ولكن ضيوف، احترام الضيف لازم، احترموهم. والله وبالله شفت في الكتاب واحدة من بنات بني عبد مناف تقول والله استقبلنا زين العابدين استقبال، والإمام عليه السلام بشكل ضيفنا الذي هاي الضيافة في بيت أبوي هالشكل ما يضيفون. أحسن من هذا؟ اتعلموا شوية يا شيعة. جيب جابوه بنات رسول الله مفجوعات، ولكن كان يتظاهرون أمامهم بالابتسامة الطيبة، تعاليم الإمام السجاد عليه السلام، هذا هاي الرحمة الموصولة اللي ما تنقطع. وبين قوسين أنا في واحدة من المحاضرات قايل إخواني المذهب الوحيد بالكرة الأرضية اليوم بين مذاهب الشيعة سنة إسلام مسيح، المذهب الوحيد اللي يقول احنا ما انقطعنا عن السماء، احنا باقي المذاهب روح قول له منو امامك، يقول امامي ابو حنيفه، وين هذا ميت ببغداد، منو امامك فلان وين، اللي يقول لي منو امامك، اقول لك امامي حي يرزق. اين السبب المتصل بين الارض والسماء؟ ها هذا اللي في زيارة الجامع الكبير نخاطبهم، والرحمة الموصولة ما انقطعت عنه. إذا أنا قاست صغير هاي مشكلتي، وإلا يا ناس يا مؤمنين يا مؤمنات ترى إمامكم موجود والله، ما خاب من توسل بهم عند الشدائد وجه قلبه قل لي يا سيدي يا صاحب الزمان أدركني. إذا للصبح أقول لكم قصص عن هذول اللي في الشدائد اتوسلوا بالإمام الحج عليه السلام ورأوا ما رأوا، مو فقط الإمام الحج عليه السلام إمام حي روحي له الفداء، اللي توسلوا بالحسين، هذول اللي يروحون عند الضريح، هذول اللي يأخذون شوية من تربة الحسين عليه السلام للشفاء، نص من رسول الله، سنة كاتبين شيعة كاتبين إن الله عوض ولدي الحسين أن جعل الشفاء في تربته. والله وبالله مسيحيين، والله أحلف على المنبر بمجلس بدبي أجاني مسيحي، بعدين عرفت أنا مسيحي، أبو ماجد مسيحي سوري، هذا ابنه كان في حال سكرات الموت كلينيكيا ميت، حاطين هذا الجهاز بحلقه بس شلون جهاز يموت ويتنفس من يعني يطول طعام من بلاعيمه بعد عروقه ما تقدر، سرطان الدم. واحد من أصدقاء الشيعة بدبي قصة سنة 2000 قال لي امشي مجلس حسين، جابوه إلى مجلسنا أنا ما أعرفه، ورا المجلس إجاني ذاك الشيعي الإماراتي
قال سيد هذا صديقي أبو ماجد ابن الآن بالمسلم ما قال لي مسيحي. وحق الحسين وحق الحسين انطلت شوي من تربة الحسين عليه السلام مع ما يزمزم طبعا راح خلاه بحلق الطفل ابن مو طفل ابن 20 سنة عمر ماجد الآن بحي. الولد فتح عينه الأطباء ركضوا وقالوا معجزة معجزة قال لا لا مو معجزة المسيح معجزة إمام السيد المسيح هاي معجزة الحسين. اللهم صل على محمد حي. أشهد أنك تسمع كلامي سيدي أبا عبد الله دا تشوفنا وأنك حي عند ربك مرزوق. الحسين ميت غلطانين احنا هذول الرحمة الموصولة الآن هذا بحث مفصل ده بتعد عن حديثي. المهم الإمام زين العابدين عليه السلام انطال أمام نعم جدنا المختار ليس أمية وجدتنا الزهراء ليست سمية ونحن ولاة الخلق لسنا ملكنا فكان العفو منا سجيتين ولما ملكتم سال بالدم أبطحون وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحه. إناء عبد الله بن عمر بن الخطاب حتى صديق طرده. إناء زين العابدين إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. تعال سيدي يا ابن رسول الله هذا مروان هذا أخذ رأس الحسين وأهالي برأس الحسين. الإمام عليه السلام يقول احنا بيت العفو ولولا فضل الله عليكم ورحمته. انتوا ايضا اهل العفو ولكن درجات اكو درجة يوصل في قمة القمم. ولولا فضل كل فضل من الله ولكن الأواني تختلف. ما زكى من أحد منكم أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. منو الله يريد هذا من يشاء شنو معنى؟ إذا الله انطاني عمر إن شاء الله الليلة القادمة أتحدث حول هاي الكلمة. يعني الله عنده قرابة ويا واحد يشاء الله أن يجعل فلان خوش آدمي يشاء الله يفعل مو خوش آدمي. يعني شنو من يشاء؟ ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع عليم. الله سبحانه وتعالى كل شيء يسمع كل شيء يدري وهو المطلع على هذه القلوب. أعزائي قبل ما أختم المجلس هاي الليالي ليالي رمضان وينهم وينهم أهل كربلاء القدامى؟ الحمد لله أنتم كلكم أولادهم. هذا حرم الحسين عليه السلام ما كان يخلو من الأولياء. الله يرحم المرحوم الزمهندي الشيرازي الكبير رحمة الله عليه كان يقول في حرم الحسين بعض الناس كان في قنوت صلاته يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي ساعة يأخذ وقت. هاي كانت شوي اهتموا أكثر بمجالس الحسين اهتموا بشبابكم أكثر شجعوا شبابكم أكثر. واحد ثانيا أعزائي ما أدري ايش قد باقي من أعمارنا حقيقة
عندنا شيخ الله يرحمه الشيخ مهدي الخورشيدي الله يرحمه كربلائي، هذا كان من الحسينيين الكربلائيه بمشهد على المنبر، على المنبر قاعد ليله الأربعين والناس مجتمعين، فدور عينه صار على الباب شلون يدخل فد شخصيه كانه واحد دخل هو انطى صلوات الناس داروا ظهر قال يعني هالشكل اذا صلوا على محمد كلكم تشوفون عند الباب الناس داروا ظهرهم، هو خلى راسه على السماعه وخلص هو وعلى المنبر، هو وعلى المنبر خلص، يعني ربما ملك الموت يجيك وانت على المنبر بعد لحظه شي يصير ما ادري، ولكن اريد اذكر اخواني الشباب اعزائي لا يكون واحد من عندنا بذمته اكو دينار حق الناس، ترى صعبه حق الناس وفي تقدر روح اعطي حق ما تقدر جاوب تليفوني روح انت تنازل روح انت حجي سلام عليكم ترى انا مديون لك بس ما عندي، ان شاء الله الاوضاع تتحسن ان شاء الله الكورونا تروح ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يوسع علي على عيني اعطيك حقك انت تطلبني مو نكون من النوع اللي لما يخابرني ما اجاوب تليفونه يكتب لي رساله اصلا ما اشيل الرساله ليش؟ هذا حق الناس، حق الناس يكسر الظهر صراحه اقول لك. يسأل من الإمام الصادق الآن شوية ابتعد عن حديثي بس هذا لازم أذكر إخواني إحنا أوائل رمضان، قال يا ابن رسول الله شنو هاي الآية المباركة إن ربك لبالمرصاد، اقرب القرآن سورة الفجر يعني شنو الإمام عليه السلام قال، قال المؤمن أنتم إن شاء الله كلكم المؤمن يعبر من جسر الصراط، خصوصا بعض المؤمنين شوية يتلكأ ما يقدر يمشي فالدور يتشوف يا ظلمات ما تشوف عين ما تشوف، وهذا الجسر الرفيع لازم يعبر إلى جسر ألف سنة طولة إلى أن توصل للجنة، شلون تعبر؟ بعض الناس ظلمات أمامه فدمر يشوف أمامه نور نور عظيم فيعبر يشوف الطريق ماله يعبر الجسر كالبرق الخاطف هو أنتم الشيعة، يسأل يقول شنو هذا النور؟ يقال له هذا نور ثواب ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا أكو رواية من الإمام الباقر عليه السلام يقول ولاية أمير المؤمنين. أما الإمام الصادق يقول قبل ما توصل إلى جسر الصراط أكو منزل، هذا المنزل مهم، هذا المنزل مهم شباب. الله يرحم مرحوم شيخ عباس القومي صاحب كتاب مفاتيح الجنان، عنده كتاب اسمه منازل الآخرة، اقرأ موجود بالعربي مطبوع. واحدة من المنازل يا من تسمعون صوتي، واحدة من المنازل اسمه منزل المرصاد، منزل الميزان، منزل تطائر الكتب، منزل الحساب، من واحدة من عند هذا المنزل المرصاد شنو؟ يوقفوني يقول لي تعال يا سيد، أقول على نفسي أحد لا يزعل، فلان كان يطلبك بالدنيا وكنت تقدر تطي ليش ما أنطيت؟ هناك بعد ما يمشي على الله الكذب، الآن ممكن إيه والله مولانا الشغل واقف ما عندي سيارتي بنشر أعذار إني نجيبها، بس أمام الله إذا بينك وبين الله ما كان عندك الله سبحانه وتعالى يعوض ينطي لذاك الطالب، بس إذا كان عندك وما انطيت حقه نانا لا عمي بيك أسران ظهر انطي حقه. خب من عنده هناك الناس يحشرون حفاة عراة يوم القيامة ظلمات، يقول ما عندي، ما عندك زين نشيل من حسناتك نطي، ايش قال شنو من حسناتكم؟ الامام الحسن المجتبى روحي له الفداء يقول يشيلون من عندك 2000 صلاة مقبولة، مو كل الصلوات مقبولة، 2000 صلاة مقبولة ينقصون من ميزانك يخلون بميزان هذا اللي يطلبك مقابل درهم واحد درهم واحد، فكيف اذا 1,000,000 دينار؟ فكيف اذا 60,000,000 دينار؟ فكروا شوية زين، أكو واحد حسنات ما عنده صلى ما مصلي بعمره ما مصلي حلو، أنت اللي تطلبه إيش قال عندك سيئات نشيل أطنان من سيئاتك، قرآن قرآن أقرأ لكم الله يقول وأثقالا مع أثقالهم، هو ظهر ثقيل نشيل من ثقل ظهرك نخليه على ظهره خلي يظل على ظلاله، قلت لي ظهرك كذي بعد تقدر تعبر الصراط، أدري ولاية أمير المؤمنين صحيح بشرط أن تقضي حق الناس، الله أكبر. قبل ما نطلع من هاي الدنيا بابا ما تسوى
يا مؤمنين يا مؤمن، مو قصدي إلا دينار. واحد أنت قدام الناس خزيته، شتمته، حجيت عليه، ما بيها شيء، روح قول لعمي رمضان ابريل الذمة. أنا كثير من الناس يجون يقول سيدك خلاص خلاص لا تسألني، عفو، روح ابريل الذمة. خلينا قبل ما نطلع من هاي الدنيا، الله إن شاء الله ممكن في الديرة أشير إلى هذا الموضوع. الله يقول فاصفح الصفحة الجميلة. الصفحة الجميلة يعني شنو؟ يعني لما الواحد أنت المؤمن يجي يقول لك العفو، أنا فلان يوم سبيتك، بعد لا تقول له مو أنت كسرت قلبي، مو أنت، خلاص خلاص عمي روح خلاص، صحيح الصفحة الجميلة يعني بدون معارضة، بدون عتاب، فاصفح الصفحة الجميلة. شهر رمضان طيب، رسول الله يقول فاسألوا ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. القلب الطاهر هذا القلب اللي ما شايل على أحد، قلبك أبيض، خلي احنا بنكون هالشكل إن شاء الله. فإذا صار هذا، هذاك اليوم تشوف تتألق تصل إلى درجات عالية. خاب من صفقته في الحشر كانت خاسرة. حلو يقول شباب احفظوا هاي الكلمات، هاي درر تفيدكم، هاي درر تفيدكم. حاسبوا أنفسكم قبل حساب الآخرة، كل ما في هذه الدنيا أمور عابرة. إذا غلط قل لي غلط، كل ما في هذه الدنيا مو هالشكل، أمور عابرة تنتهي. سيارة الرئيس المهيب الركن انتهى، أنا وياك الفقرة مننتهي. كان بكربل عندنا واحد الله يرحمه سايب، كان يخلي على راسك ليتش يذكرون كبار، كان يقول شغل الشايب تمر به 10 فلوس الواحد، عاش إلى آخر عمره الله يرحمه. هذا همات، وذاك اللي باق من بيت مال المسلمين المليارات، اشترى قصر جزيرة السعفة، وقصر ببيروت، وقصر بلندن. هذا الإنسان الما يشبع، هذاك همات. حاسبوا أنفسكم قبل حساب الآخرة، كل ما في هذه الدنيا أمور عابرة. لم تدم أحوالها بل تنتهي من قد صار يوم الحشر صفقته خاسرة. خاب من صفقته في الحشر صارت خاسرة، عاش في هذه الدنيا أحسن الدنيا، أحسن أموال، أحسن قصور، ولكن أيام انتهت صار لعنة التاريخ. عجيب، فرعون هذه الأمة يزيد بن معاوية عند مرأة قمة في الكمال والأدب،
هند على اختلاف ابوها كان اسمه عبد الله ابن كريز او عبد الله ابن عامر، ما علينا، كانت هذه البنت ايام زمان خادمة عند زينب. زينب الكبرى كانت تعلمها القرآن، تربت في بيت امير المؤمنين، محجبة مؤمنة صالحة، وإن كانت زوجة فرعون. هذه الأمة، القرآن يذكر مثال للمؤمنين والمؤمنات، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هذا في الماضي. الآن أريد أقول لكم في الأمة الإسلامية، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة يزيد، هند محجبة شريفة. تربات زينب كانت في منتصف الليل تقرأ القرآن، أخبرت بصوت ضجة، بكاء، نحيب، نساء، أطفال، ما الخبر؟ قالوا بأن يزيد تغلب على رجال خوارج، يعني خارجين عن الدين، يعني كفار، قتل رجالهم، سبى نساءهم. وين النساء؟ أنزلوا نساء الخوارج في الخرب، خرابة الشاء. عموما النساء نياتهم، قلبهم أرق وألطف من الرجال. قالت الرجال بأنهم حروب، شنو ذنب النساء والأطفال؟ أنا أروح اليوم القادم أزور هؤلاء النسوة الأسيرات. كان قبل المغرب رأت بنات رسول الله، لأن ما عندهم فرج، جالسات على تراب الخريبة، دخلوا يكنسون، يرشون الماء، يهيئون، ما الخبر؟ قالوا تريد الملكة أن تزوركن. زينب سلام الله عليها خنقتها العبرة. الله يرحم المرحوم اللي حمزة صغير كان يقرأ لكم، هند الخادمة عندنا صفة اليوم أميرة. نذكرهم، لا إله إلا الله. بعد مغيب الشمس أتوا بكرسي مرصع من كراس الملوك، وصايف نساء أطراف الملكة هند، حاملات مصابيح من الذهب، أدخلوا هند بجلالها وكبريائها وثياب الملك، جلست على الكرسي، وبنات رسول الله على تراب الخربة. أم كلثوم أشارت إلى أختها زينب، قالت أخي أخي إنها هند خادمة. هند نظرت، نساء أطفال ما عندهم رجل، لأن الإمام زين العابدين كان بعيدا عنهم. قالت من كبير كن؟ منو منو أكبر وحدة بيكم احكوا وياها؟ فأشاروا إلى أم المصائب زينب، نظر إليها، قالت من أي البلاد أنتم؟ أنتم منين جايبيكم؟ لأن كفار، هي تتعامل معاملة كفار. وإذا بزينب قالت نحن من المدينة، ارتسمت علامة استفهام عند هند، من أي المدن؟ قالت مدينة رسول الله. لما سمعت هند المؤدبة قالت على مشرفها ألف الصلاة والصيام، ثم قامت أشارت، رفعوا الكرسي المرصع احتراما لمقام رسول الله بثياب الملك، جلست على الأرض. هنا تغير الخطاب، خاطبت زينب بكلمة أخيه، يعني أختي، يعني أنت مسلمة، مدينة رسول الله كفار ما بيها. أخيه أتعرفين في المدينة محلة بني هاشم؟ وإذا بدموع زينب غمرت في ظلام الخربة، لم تجب هند إلا بالإشارة، نعم أعرف. أتعرفين منزل إمامي وسيدي علي بن أبي طالب؟
زينب سلام الله عليها حبست عبرتها أشارت برأسها نعم أعرف. أخي أخبريني ماذا تعرفين عن سيدي ومولاي الحسين وماذا تعرفين عن سيدتي ومولاتي زينب ابنة أمير المؤمنين؟ وإذا بزينب سلام الله عليها ارتفع صوتها بالبكاء غير متعجبة. أخبريني أخي ماذا جرى لحبيبي الحسين؟ قالت لها يا هند إن كنت تسألين عن الحسين فهذا رأسه مصلوب على قصر يزيد، وإن كنت تسألين عن زينب فأنا زينب وهذه أختي أم كلثوم. هيا خان الدهر بينا، خان الدهر بينا، ولينا نذبح واحنا نسبينا. يلا مع زينب. اي ولينا نذبح واحنا مأجور. اي سبينا ولا طارش ليصل المدينة، المدينة يخبرها لي بالمرعى لينا، يخبرها لي بالماء. حساف الدهر هالخان بينا بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا، يا حسين نذبح واحنا يا 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 نسبينا.